السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما شعارنا البديع غرس غرس أحسن جروب في اي بي على صعيد المملكة بدون منازع. الإخوة ديالي، بعد ما جبنا المقابلة الأولى ديال رينجيرز سيلتيك لعبنا ليها الشوط الأول فقط بريمير ميتون فقط اللي لعبنا ديال رينجيرز مع سيلتيك، نظرا لأن المقابلة قوية بزاف لعبنا دوس ميطا لفائدة سيلتيك، يعني تربح سيلتيك في الشوط الأول فقط الإخوان. الحمد لله سيلتيك ربحات بواحد زيرو في الشوط الأول الإخوان ديالي، وسال الشوط الأول دابا بقات لينا فريبورغ مع ليفيركوزن لعبنا لاس اكس، يعني وما ادراك ما لاس اكس، فيها 11 في الكوتي الاخوان، يعني تربح فريبورغ في الشوط الاول والشوط الثاني ونهايه المقابله يتعادلوا ان شاء الله. لاس اكس الاخوان 11 اللي فيها في الكوتي، ربحات فريبورغ في الشوط الاول بعد زيرو، الشوط الثاني دابا حاليا متعادلين بواحد لواحد، الامور غاديه مزيان كما كتشوفوا الاخوان. فريبورغ مع باير ليفيركوزن كما كتشوفوا واحد لواحد مباشره على قناه ارينا 4 الاخوان، ديما حنا في قلب الحدث وديما كنتفرجوا في المقابلات الاخوان في القنوات الاوروبيه الاخوان ديالي. اللي بغى يدير لاباس يكون خانز فلوس، مرحبا بيه معنا في الجروب في اي بي ديالنا في الواتساب والتليجرام. ثمن الاشتراك الشهري هو 287 درهم، لا نقاش فيها ابدا. صحاب اعطيني ماتش فابور، صحاب اعطيني نجرب، صحاب دخلني معاك فابور، المصير ديالكم بلوك على طول لانكم ما كتفهموش. حنا كنقولوا لكم ثمن الاشتراك الشهري هو 287 درهم يوميا، ثلاثه ديال الاوراق مده شهر كامل. ما بغيتيش الله يسهل عليك اولاد الناس، حنا ما كنسعاو حتى شي واحد انه يشترك ولا ما يشتركش. اللي بغى يطبع على راسه مرحبا به معنا في الجروب في اي بي ديالنا، احسن جروب في اي بي على صعيد المملكه بدون منازع. ان شاء الله ندخلوا ب 1950 درهم فقط بمبلغ 200 درهم، ونفرحوا الاخوان المشتركين ديالنا في الجروب في اي بي ديالنا في الواتساب والتليجرام كما العاده. اللي كيشوفنا اول مره ما تنساش دير ابوني. الى اللقاء في امان الله.